مر عام كان خلاله بابا الكنيسة، وكانت مصر تمر بمحن وأزمات. البابا توادروس الثاني بطريرك الكنيسة التي هي جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي المصري، وأحياناً تكون في الصدارة. عام مر على تنصيب الرجل ليصبح البابا رقم 118 للكنيسة، وقدره جاء به في فترة حكم الإخوان، وقدره أيضاً أنه جاء بعد بابا له شعبية وكاريزما هو البابا شنودة الثالث، الذي رحل مع صعود تيار الإسلام السياسي وسيطرته على مقاليد الأمور في مصر، ليجد البابا توادروس نفسه على رأس الكنيسة ومحمد مرسي على رأس السلطة، لتبدأ علاقة شائكة وصدام غير معلن بين البابا والرئيس. بدأ بغياب مرسي عن حفل تنصيب البابا توادروس، وغيابه أيضا عن كل احتفالات الكنيسة، وازدادت الأمور سوءا بعد استفتاء الدستور الذي وصفه البابا بأنه دستور عنصري لا يعبر إلا عن فصيل معين في إشارة للإخوان، لتصل بعدها العلاقة لطريق مسدود بعد أحداث الكاتدرائية التي كان موقف الرئاسة فيها سلبي، واعتكف بعدها في موقف شهير حتى جاء 30 يونيو ليظهر البابا في مشهد إعلان خارطة الطريق مؤيداً لعزل مرسي، وليصبح أول بطريرك كنيسة قبطية يشارك بشكل رسمي في عملية تحول سياسي. وصرح البابا بأن الشعب استرد ثورته، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي الكنيسة، التي هي ربما نقطة ضعف يستغلها البعض في الجسد المصري. فبعد فض اعتصامي ربعة والنهضة، اتجه البعض لحرق الكنائس طمعا في إحداث فتنة طائفية في مصر، ثم حادث كنيسة الوراء الشهير الذي أودى بحياة أقباط يحتفلون، فتحول الفرح لمأتم. لكن البابا توادروس واجه هذه التحديات بحكمة وهدوء بحسب المراقبين، اتساقا مع موقف اتخذته الكنيسة دعما لخارطة الطريق. هو بابا في زمن عاصف بحسب وصف الكثيرين. مر العام الأول له، ولا زالت تنتظره ومصر أيام أخرى في ظل متغيرات سياسية تفرض نفسها دائما. داليا أبو عميرة، برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش.